متابعين ان 2018 تصير سنة البزنس، خلاص اللي حاطة ببالك سنين يات السنة اللي لازم تنفذ فيها كل افكارك وما تخاف من شيء، بس مشكلة اكثر الناس الخوف والتردد الحين. صح، الدراسات اللي تقول شنو، ان نسبة 85% من المبادرين واصحاب المشاريع الصغيرة يترددون في البداية. ليش تردد؟ ليش؟ شو السبب؟ ان تلاقين عنده فكرة زاهبة، يبي يسوي مشروعه ويبي يسوي فكرته، طالع من دوام مال من الروتين عنده، بيبي يسوي الفكرة، خلاص يوقف عند انا اقدر انجح ولا لا في مشروع، يبتدي يتخوف، يبتدي يتردد، يبتدي يصير عنده هذه المخاوف انه هل افشل ولا هل انجح في الفكرة هذه او البزنس هذا، مو عارف اذا بينجح او يفشل. هذا اكبر سبب، هو عدم معرفة النجاح، عدم معرفة اذا انت بتنجح او تفشل، خليك توقف عند مكانك اللي هو يسمونه الخوف من المجهول.